مرحبا وأهلا فيكم. بارح الجزيرة عرض التقرير أو فيلم وثائقي عن قيصر وصور قيصر، هذه الجريمة البشعة اللي بيت علينا المواجع. موضوع طبعا ما نو صدفة، يعني هذا المبدأ كنا حكينا فيه قبل هالمرة ولازم نكون متأكدين منه، الأمور مرتبطة ببعضها. أجا عرض هذا التقرير بعد أيام من قرار للأمم المتحدة تم اتخاذه بالجمعية العامة بتشكيل مؤسسة مستقلة لمتابعة موضوع المفقودين والمغيبين في سوريا بالتحديد، وخاصة أن هذا الموضوع طبعا مستمر، يعني هن مو فقدوا خلاص وقفت السلطات، تلاحق السلطات كل فترة بنسمع عن شخص، ولكن بتوقع أن ملاحقة موجودة، ما بعرف إذا كانت بوتيرة أقل ولكن موجودة. من كام يوم سمعنا عن ناشط اسمه فراس غانم ينتقد، بيكتب منشورات على الفيسبوك ينتقد الواقع، على الأغلب هو يعني مثل ما شفت تجاوز الخطوط الحمراء بشكل أو بآخر، فتم استدعائه إلى أحد الأفرع الأمنية واختفى من بعض أيام. ممكن هذا الاختفاء يصير مثله مثل غيره لا سمح الله، أتمنى له السلامة. هنا بدي نوه أنا يعني هاي الممارسة ما أنا مخصصة لطائفة بحد ذاتها أو لمجموعة بشرية، وأنا بحسب اطلاعي ومعرفتي وهي معلومات أكيدة يلي يتم اعتقاله من الطائفة العلوية على سبيل المثال بيكون يعني ما يتعرض له أشد أضعاف مضاعفة عن باقي الطوائف، يعني هذا الموضوع مؤكد. لذلك هي الممارسة ضد كل يعني السوريين، وهي إلى الطابع يعني سياسي أمني للحفاظ على الكرسي والسلطة كائن من يكن المعترض في الطرف الآخر. التقرير طبعا مؤلم يلي شفناه، رجعنا يعني تذكرنا كثير من اللحظات التعيسة، يعني ما في أسوأ من أنه الواحد هاي الشيء كلنا مرينا فيه، أنه يدور على شخص بيعرفه من الأقارب أو الأصدقاء. نحن بسيريا نيوز كان عنا حالة لصحفي اختفى، وأنا مريت بهالتجربة، يعني واحد بقى يعني بيصير عنده مشاعر مختلطة، لأن أنت بتتمنى بينك وبين حالك أنه يكون هو يعني مات أو توفي من وقت طويل لحتى ما يكون لليوم قاعد وعم يتعذب بالسجون، عندك هذا الشعور. فإذا كان والله وفاته بعد وقت قليل من اعتقاله بتقول الحمد لله لهالدرجة وصلنا. وإذا لقيت صورته وبلش الواحد ببلش بيدور على أنه تعذب كتير ما تعذب، بيشوف أصابيعه بيشوف إلى آخره، يعني موضوع مؤلم دي الغاية. ومعظم الأحيان ما فيك توصل لقناعة 100% أو تأكيد 100% أنه هذا هو الشخص، بيضل فيه شيء لأن معظم الملامح مع الأسف يعني ضايعة من نتيجة عمليات التعذيب. تصوروا 1500 عائلة فقط من كل المغيبين فقط تعرفوا على أقاربهم من خلال الصور، بينما المغيبين يعني أو العوائل هن بعشرات الآلاف وربما بمئات الآلاف. هون واحد بيخطر له سؤال انه هل الجريمة الفظيعة ليش المجتمع الدولي ما تحرك باتجاهها؟ يعني جريمة واضحة بالصور مثبتة بالشهادات، ما في يعني ما في نقول عليها مفبركة، لان عم نقول 1500 عائلة تعرفت على يعني اقارب الى افراد بتخصها من خلال الصور، الشاهد هو يعني موجود وهو اللي صور، وفي ادلة دامغة بأن النظام وراء هذه الجريمة. بهذا يعني العصر المفروض نكون خلصنا من هالممارسات. بعدين نتذكر أنه لا، كان في تحرك الحقيقة، وكان في انعقد مجلس الأمن حتى يحول هالجريمة الشنعاء إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن اعترضوا رفعوا إيديهم الصين والروس ليحموا النظام ويجعلوه مستمر في مثل هذه يعني الممارسات الشنيعة. هلا انا بعد قراءات يعني هون بس بدي اخذ دقيقتين يمكن خارج الموضوع وهي تتعلق بالموضوع لكن مو بتفاصيله الحاليه، بعد قراءات ومراجعه لهالشكل من اشكال الحكم، الحقيقه هو نموذج بسوريا اليوم، هو نموذج من اشكال الحكم اللي تمتد الى عصور الظلام، يعني ما عاد موجود في العالم، فيني اكد انه هو اخر نموذج من هذا الشكل في العالم. والنظام لحتى يحتفظ بالسلطه قدم خدماته للجميع في هذا الاطار، نذكر كثير من الحوادث وكل الدول استفادت بشكل أو بآخر
من هالنظام الوحشي، لأن مو مما كان قادر يرتكب هذه الجرائم والفظائع. فأحيانا خارج إطار القوانين وخارج إطار يعني التشريعات وما هو معروف من الممارسات والمعلن عنه، قد تكون أطراف يعني كثيرة في هذا العالم بحاجة إلى مثل هذه الخدمات، فيتم استخدام النظام لأنه بيقدم خدمات مقابل الحصول على دعم. فكان القرار مو يتعلق بالنظام السوري قد ما يكون هو بإنهاء هذا النموذج، لأن مرة ثانية بتأكد أنا أنه هو آخر نموذج بهذه الوحشية. يعني الحقيقة ما مر معي بالتاريخ القريب أو حتى هلأ أنه في دول ما زالت تفعل ما فعله النظام السوري بمواطنيه، يعني ما مر معي وما بتوقع فيه. فهذا آخر نموذج بتوقع يعني إنهاء هذا النموذج كان بده هذا الوقت، وبتوقع الأمور تتحرك بهذا الاتجاه حاليا. إذا بدنا نرجع على القرار، لأن وقتها ما حكينا فيه بالتفصيل، الحقيقة أهم بنود هذا القرار هي خلينا نقول البند الثاني اللي هو إقرار أن تنشئ تحت رعاية الأمم المتحدة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا لتوضيح مصير جميع المفقودين وأماكن وجودهم وتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين. البند اللي بعده الحقيقة وهذا مهم كتير، أن يكون المؤسسة المستقلة عنصر هيكلي يضمن مشاركة الضحايا والناجين وأسر المفقودين وتمثيلهم بشكل كامل ومجد في تشغيلها وعملها. يعني هذا الموضوع كتير مهم لحتى ما تصير يعني قابلة للمساومات والمزودات، فما معقول شخص يعني يساوم على مصير أو على حياة حدا من أقاربه كان نهايته النهاية البشعة هاي. فهذا البند أنا برأيي كتير مهم وممكن يساعد بأن الأمور تتجه بالاتجاه الصحيح لمساءلة القاتل والمجرم حول مصير هؤلاء والكشف عنهم. بالإضافة في عنا البند رقم 5 والبند رقم 10 بيحدد إطار زمني للتنفيذ اللي هو بيتراوح بين 80 إلى 100 يوم، وهذا الموضوع رح يكون متابع في تقارير سنوية. يعني ما عاد في مهرب من هذا الموضوع، ما ظلت الأمور ضايعة مثل قبل. الحدث الثاني اللي أيضا اليوم يتحرك باتجاه النظام والتضييق عليه وعلى موارده هو تشكيل التحالف الدولي لمواجهة المخدرات الاصطناعية. هلا للدقة هذا التحالف ما موجه اتجاه النظام السوري، هذا موجه هو تحالف في صار يعني انضم له 80 دولة بالجلسة الأولى وأصدروا بيان في آليات. يعني هذا البيان حتى ما مذكور في اسم سوريا بالتحديد، مذكور الكبتاغون، وملك الكبتاغون في العالم أصبح هو معروف الرئيس بشار الأسد، ولكن في كل منطقة في اسم لمخدر اصطناعي وفي يعني بارون من بارونات المخدرات على رأسه. ونحن في سوريا حصلنا على شرف يعني أن يكون بارون مخدرات الكبتاغون من عنا. ولكن شو اللي بيوصل الملفين، كيف بيصير هذا الملف؟ هو في الحقيقة آلية موجهة ضد الأسد تحديدا، هو من خلال وجود بين 80 دولة، الدول العربية مثل الأردن مثل السعودية مثل الإمارات يلي هن متضررين من هذا العمل، وعلى رأسهم الأردن. فكان مبارح في مشاركات، طبعا كان في مشاركة مرئية لوزير الخارجية أيمن الصفدي اللي زار الأسد من كام يوم، حكينا أنه هو جاب يعني قانون كبتاغون وراح لعنده، يمكن كان نوع يعني من أنه يحثه على تقدم في هذا الملف وغيره من الملفات بيبدأ خطوة خطوة، حكينا بهذا الملف. ولكن كانت الزيارة هي نوع من التهديد الحقيقة، فتكلم بشكل واضح وصريح بأنه الأردن والمنطقة تعيش في صراع لمواجهة الخطر القادم من سوريا. يعني هون دخلت سوريا في إطار هذا القرار، فهو رحب بهذا الموضوع أنه هن بيحاولوا أنه يحدوا من الموضوع، ولكن توفر التحالف هذا واندماج الأردن فيه رح يخليهم قادرين أكثر على مواجهة هذا الخطر. وطبعا الآليات رح تتشكل بشكل أو بآخر مع الوقت، ولكن ممكن تستخدم كل شيء لوقف هذا النشاط في سوريا واللي عم تصدره لكل المنطقة وحتى لأنحاء العالم من ضمن إطار أعمال التحالف. فإذا الأردن راح يكون هو مثل فرع التحالف في المنطقة، أتوقع راح يكون دوره رئيسي هو على الحدود الجنوبية، وسيتخذ كل ما يلزم وراح يتلقى كل الدعم اللازم ليوقف هذه
العمليات. هلا يستخدم هذا الموضوع في موضوع يعني يسيس لا يسيس، هذا موضوع آخر. الحقيقة أنه طيب ما هني من زمان عم بيحكوا بالمخدرات، وشو الجديد يعني شو ممكن يقدموه هالتحركين اللي حكينا فيهم؟ أهم شيء برأيي هو الموارد. يعني اليوم صار في موارد مخصصة وهيكل وآليات، ما ضل الموضوع يعني إذا بدنا نحكي على سبيل المثال بموضوع المفقودين، ما كانت الأسر ما بتعرف وين بدها تروح، شي بيروح ألمانيا، شي بيروح فرنسا، شي بيروح عم يشوف شلون عم بيصير في توحيد المسارات للتضييق على النظام السوري. هلا بيصير في مؤسسة كل شخص بيعتقد انه هو عنده يعني وثائق وأدلة ومعلومات حول انه في شخص من أقاربه بيعنوه مفقود، فبيتقدم فيها لهذه المؤسسة اللي لازم تتابعه في تقارير سنوية، وهي يعني مؤسسة تعمل تحت إطار الأمم المتحدة، ستوجه الأسئلة والمساءلة إلى النظام السوري لكشف هؤلاء. هلا ما تجاوب معه بيقول ما تجاوب ممكن يصير في إجراءات تصعيدية بهذا الاتجاه، لأن هذا صار قرار أممي يعني. فلذلك أنه هنا صار في جهة محددة مسؤولة، ما ظلت الأمور ضايعة، وفي موارد مالية أقصد وتقنية وخبراء إلى آخره مخصصة للتعامل مع هذا الملف. أيضا في موضوع المخدرات هذا التحالف تحالف كبير بيشبه التحالف يعني مواجهة داعش، ولكن هذا لمواجهة المخدرات. زعيم داعش أو الكبتاغون عنا هو الرئيس بشار الأسد، لذلك هو معني في هذه المواجهة. سيوفر هذا التحالف اللي بيكون في آليات لجمع الأموال وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريبات، ما بعرف إذا الأمور توصل لا يعني شيء عسكري لوقف نشاط هذه العمليات من سوريا باتجاه الإقليم. على ما يبدو الأردن يعني جادة في هذا الموضوع لعدة أسباب، طبعا هي متضررة بدها توقف هذا الموضوع، ولكن أيضا عادة الدول تستفيد سياسيا من هذا الموضوع، تعزيز تحالفات مع أطراف يعني قوية بتصير جزء من هذه المنظومة، وهذا بيخفف عنا وعن أنظمتها كثير من الضغوط. هذا كل شيء لليوم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.